بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. أيها الإخوة المشاهدون، على بركة الله نبدأ رحلتنا مع كتاب الخلود ومع نور الوجود، مع القرآن الوثيقة السماوية الوحيدة الباقية التي يملكها المسلمون وحدهم، مع منهاج الخالق لإصلاح الخلق والدستور النازل من السماء لهداية الأرض، الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. مع كتاب الله نتدبره، فإن الله سبحانه إنما أنزله ليتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نريد أن نفتح قلوبنا للقرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نريد أن نعيش مع القرآن، نتلقاه غضا طريا، نقرأه ونسمعه ونفهمه كما كان يسمعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال أحد الصالحين: اقرأ القرآن كأنما عليك أنزل. نريد أن نقرأ القرآن معا ونفهمه معا، حتى نجعل منه دستورا ومنهاجا لحياتنا. فبركة القرآن ليست في تعليقه على الجدران، وإنما بركته في اتباعه. كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. نبدأ رحلتنا مع القرآن بفاتحة القرآن التي استمعنا إليها الآن، بأم الكتاب، أم القرآن، أساس القرآن، السبع المثاني، آيات سبع جاءت بها هذه السورة القصيرة الجامعة، سورة الحمد، سورة الصلاة، سورة الفاتحة. سبع آيات قصار، كل آية منها تمثل قاعدة من قواعد التوجيه للحياة الإسلامية. تبدأ السورة ببسم الله الرحمن الرحيم، وهذا ما ينبغي أن يتعلمه كل مسلم، أن كل شيء يجب أن يبدأ بسم الله، أن يقترن بذكر الله. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله تعالى منها. لا تبدأ الأمور باسم فلان أو علان، باسم ملك أو أمير، ولا باسم صنم من الأصنام الحجرية أو البشرية، إنما تبدأ باسم الله، وباسم الله وحده، ولا شيء معه ولا شيء بعده. بسم الله، هكذا علمنا القرآن. نوح عليه السلام حينما ركب سفينته وأركب فيها من معه من المؤمنين، قال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. وسليمان
حينما أرسل كتابه إلى بلقيس بدأه بالبسملة، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. وأول آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه الله فيها بقوله: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وهكذا علمنا الإسلام أن نبدأ أمورنا وحياتنا وكل شيء باسم الله، نأكل باسم الله، ونشرب باسم الله، ونذبح باسم الله، وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر أو هو أدذم، هو مقطوع ناقص قليل البركة. بسم الله الرحمن الرحيم، هكذا تبدأ الفاتحة. ووصف الله، والله علم على ذات الخالق الأعلى الذي يفتقر إليه كل ما عداه، ويستغني هو عن كل ما سواه ومن سواه. بسم الله وصف الله بهذين الاسمين الكريمين: الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى، اشتق من الرحمة على طريق المبالغة، والرحمن أشد مبالغة من الرحيم. ولم يوصف بهذا الاسم الرحمن غير الله تبارك وتعالى، ولهذا يذكر على أنه علم كما يذكر لفظ الجلالة: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. الرحمن علم القرآن، ولا يجتمع الوصفان إلا لله. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه هي القاعدة الأولى، أن نبدأ أمورنا بسم الله. القاعدة الثانية من قواعد التوجيه للحياة الإسلامية تمثلها هذه الآية: الحمد لله رب العالمين.